السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين في كل مكان، أهلا بكم وحلقة جديدة من مساحة للرأي. يشهد صعيد مصر نهضة كبيرة على جميع المستويات تؤكد أن الصعيد أصبح في قلب التنمية والنهضة الشاملة التي تشهدها البلاد من خلال المشروعات الضخمة والعملاقة التي تم إنجازها في محافظات الصعيد. فقد أسهمت مبادرة حياة كريمة في إحداث نقلة نوعية في مستوى الحياة بالصعيد، خاصة في الريف والقرى والتي عانت من التهميش. وقد شملت التنمية في الصعيد كل أوجه الحياة، من توفير المياه النظيفة ومشروعات الصرف الصحي والاستثمارات الضخمة في القطاع الصحي وتوفير البنية الأساسية من طرق وكباري ومحاور مختلفة، إضافة إلى دعم مشروعات التنمية خاصة المتوسطة والصغيرة وإقامة العديد من الصناعات المهمة في محافظات الصعيد، وهو ما جعله جاذبا للسكان والاستثمارات. في حلقة اليوم من مساحة للرأي نناقش الطفرة التنموية التي يشهدها الصعيد مع ضيفنا في الاستوديو الأستاذ الدكتور مدحت الصالح، أستاذ الإدارة والتنمية المستدامة. دكتور بنرحب بك في بداية هذه الحلقة. أهلا وسهلا بحضرتك، لكن اسمح لي نبدأ بتقرير أعده الزملاء في أسرة الإعداد ثم نعود في هذه الحلقة من مساحة للرأي. على مدار 8 أعوام يقود السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وبخطى ثابتة استراتيجية طموحة لبسط التنمية في ربوع الجمهورية وبالأخص مناطق الصعيد التي تمثل 60% من مساحة مصر في العديد من المجالات، ومن بينها قطاع النقل والمواصلات، حيث تم إنشاء وتطوير 6600 كيلومتر من الطرق وإنفاق 32 مليار جنيه في تطوير منظومة السكة الحديد، وتم أيضا تنفيذ 365 كوبري ونفقا. وفي قطاع الإسكان تم تنفيذ 14 مدينة جديدة و188 ألف وحدة سكنية، كما تم تنفيذ 121 مشروعا لمياه الشرب و224 مشروعا لخدمات الصرف الصحي. وشهد قطاع الكهرباء والطاقة طفرة غير مسبوقة، حيث تمت إضافة حوالي 8.8 ألف ميجاوات من الطاقة الكهربائية، فضلا عن تنفيذ مشروع بندان في محافظة أسوان، وهو أحد أكبر مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة على مستوى العالم. كما يعد مشروع توشكا بصعيد مصر من أهم المشروعات القومية ونقطة فارقة في الاقتصاد الوطني وفي ملف الأمن الغذائي. ولعل افتتاحات السيد الرئيس الأخيرة لعدد من المشروعات التنموية بمحافظة سوهاج خير دليل على إصرار القيادة الحكيمة على جعل تطوير محافظات الصعيد تطويرا حقيقيا وخلق نهضة تنموية شاملة. ومن بين تلك الافتتاحات يأتي إنشاء 18 مشروعا خدميا بقرية أم دومة، وبنسبة تنفيذ تبلغ 100% للمشروعات. كما افتتح سيادته المستشفى الجامعي بسوهاج وبها 12 غرفة عمليات و47 عناية مركزة، وذلك بهدف توفير حياة كريمة لأبناء الصعيد وعدم الحاجة للذهاب إلى العاصمة لتلقي العلاج. وبلغت تكلفة التطوير في محافظة سوهاج 102 مليار جنيه، ويستمر العمل بوتيرة متسارعة وفي القطاعات كافة على أرض الجنوب لتحقيق طفرة تنموية كبيرة تضع الصعيد ومصر بكاملها في المكانة التي تستحقها. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم من جديد في هذه الحلقة من مساحة للرأي مع ضيفنا في الاستوديو الأستاذ الدكتور مدحت الصالح، أستاذ الإدارة والتنمية المستدامة. دكتور مدحت، بنرحب بك في بداية هذه الحلقة مرة أخرى. كيف ترى اهتمام الدولة بالتنمية في الصعيد في ضوء يعني هذه الافتتاحات وما يحدث من مشروعات؟ نعم، التحية والاحترام لحضرتك والأهل مصبير جميعا. يمكن أراها بشيء من التفاؤل، بشيء بأشياء عديدة من التفاؤل، وبجهد علمي عملي حقيقي يرقى بمستويات حياة الأفراد. كمتخصص في التنمية المستدامة بشوف إن مشروع حياة كريمة هو النموذج المثالي للتنمية المستدامة، فهو يحقق أبسط تعريفاتها أو أدق تعريفاتها، جهد علمي عملي حقيقي يرقى بمستويات الأجيال الحالية دون الإضرار بحقوق ومقدرات الأجيال القادمة. التنمية المستدامة مش أريح من حياة كريمة،
مش انا فقط اللي بقول عليها انها مشروع مثالي، لا، ده الامم المتحده اعلى منظمات الامميه تقول وتشير في تقاريرها. اما في مصر مشروع هو اطلقوا عليه ايضر ستاندر، النموذج المثالي للتنميه المستدامه، اذهبوا وطبقوا هذا المشروع خاصه في الدول الناميه والساعيه للنمو والاقل نموا. التنميه المستدامه ليست حبر على ورق، ولكنها تكمن إشكاليتها في ثلاثة أبعاد يا صنبي: الرؤية أو الاستراتيجية، لو ضعناهم داخل المثلث فهم الرؤية والاستراتيجية، والتكلفة، التمويل، ثم الزمن، الوقت. وقد يرى أحد القادة أن طلاء مسبير تنمية مستدامة أو إصلاح الأرصفة قد يكون من التنمية المستدامة شكلا وليس موضوعا، ولكن قد يرى قائد آخر أن التنمية المستدامة هي الطاقة الشمسية وتحلية مياه البحر والعشوائيات والهيدروجين الأكبر. نعم، أصبت حضرتك، أرى كل هذا. ثم نرنو إلى ما هي الفائدة من مثل هذه المشروعات ومن حياة كريمة التي أطلقت هنا، ويمكن كان بصحبة حضرتك أطلقت عليها مشروع القرن، وقلت إن هي حياة كريمة للجميع. لماذا؟ لأنها ستحدث ما أكتب فيه حاليا، الهجرة العكسية. أستاذ عصام، المواطن المصري بطبيعته يود أن يموت مكان ما ولد، ويعيش مع أمي وأخيه وأبيه وأخته ومكانه، ولكن ما الذي جعله يهجر قراه في الصعيد وفي الدلتا أيضا، وفي بعض قرى الدلتا يهجرون هنا ويذهب إلى العواصف وهو لم يجد التعليم في أبسط مراحله، فكانت أولادهم وأولادنا يذهبون بيئة وراهية ما يقرب من 7 و8 بل 10 كيلومترات يوميا للذهاب إلى المدرسة والعودة سيرا على الأقدام. أي قدرة على استيعاب حينما أصل صباحا، وأي قدرة على المراجعة قد تكون تنعدم. ومع هذا تجد من إصرارهم من أبناؤنا في الصعيد وما إلى ذلك، وهذه القرى التي يدعونها فقيرة فقرا ماليا لكنها غنية بإرادات وقدرة على التعلم وما إلى ذلك، يكون منهم متفوقين وأساتذة الجامعة والقضاء والمستشارين وأركان الجيش وما إلى ذلك. الهجرة العكسية ستتيح للمواطن حينما يجد التعليم والطب والصحة، وهذا ما شاهدناه في سوهاج، افتتاحيات سوهاج كانت مبهرة بحق، وكنت تجد وجوه البشر من النادرة يعني تعبر عن حقيقة ما ترى. مستشفى جامعي على أحدث المستشفيات على أحدث المستويات وجد في سوهاج، وهذه المدن وهذه النمو والقرى التي كان كارثة حينما يمرض أحدهم كيف ينقلونه، وإذا نقلوه قد يسيء في ترتيب حالته الصحية والإساءة إليه. كل هذا سيجعل المواطن يعود، وحينما تمتد ابدأ مبادرة أخرى لتكون الزراعة الاستثمارية لحياة كريمة، فسنجد العمل. إذا المواطن وجد الصحة والعلم والحياة النظيفة والمياه النظيفة والصرف الصحي ولم يجد العمل، قد يعود أدراجه إلى القاهرة، إلى الأسكندرية، إلى المنصورة، إلى ذلك، لكنه حينما يجد العمل من خلال المبادرات الأخرى المكملة، ابدأ هي الزراعة الاقتصادي أو الاستثماري لمبادرات حياة كريمة، سيعودون أدراجهم، وتخف القدرات البشرية والأعباء على ما نطلق عليه البنية الأساسية أو الانفراستراكشر في المدن والعواصم الكبرى. ثم يعود هذا التوزيع العادل للسكان على ربوع مصرنا الحبيبة، فيكون هذا أفضل إن شاء الله. طب دكتور مدحت، يعني في تقديرك أهمية المشروعات التنمية في الارتقاء بمستوى معيشة المواطن، خصوصا الطرق والمحاور التي تصل ما بين المدن، ويبنى عليها أيضا نشاط صناعي أو تجاري أو زراعي؟ لا، كنت أزور الصعيد من سنوات وخلط، وأعتقد كلنا نزور الصعيد ونرى، كنا نسير حينما نسير على النيل بغية العبور للطرف الآخر 100 كيلو، قد تصل في بعض الأحيان إلى 90 و 170
كيلو مترات وعديد. الآن الخطة الأولية 25 كيلو متر بين هذا المعبر وهذا المعبر، وهي معابر المعابر ليست كبري خشبين أو مزاء أو مزاء، يربط الشرق بالغرب والغرب بالشرق ويمكن المحافظة من الظهير الصحراوي. وفي نقطة هلا لو أذنت لي أصابي قبل ما أنسى، اللي بيحصل حاليا في الصعيد وفي السويس وفي المنصورة هو عدالة التنمية المستدامة. التنمية المستدامة إن لم تكن عادلة فهي ليست تنمية مستدامة. كيف تكون التنمية المستدامة لأصحاب القاهرة والأسكندرية وبقاتل المنصورة في المشاية وما إلى ذلك وبورسعيد؟ لا، التنمية المستدامة تتصف بالعدالة ويجب أن تتصف بالعدالة، وهو ما أعد فيه بحث يكاد يكون على المستوى العالمي. العدالة، نعم العدالة. كيف يكون في ربوع مصرنا الحبيبة هذا لذلك حينما أرى محطات تحلية المياه في البحر الأحمر وقراه ومحافظة ومدننا التي قد يكون البعض يسمع عنها فقط أو يشاهدها على الخريطة فقط ولم يزورها، الآن الطرق سهلت هذه الزيارة، سهلت العمل، أوجدت الحياة الكريمة لهؤلاء الناس، فهي بجد عدالة، عدالة في التنمية. حينما شاهدت السويس وما حدث في الافتتاح الماضي، هذه السويس المدينة البسيطة التي تعرضت لتهميش غريب، فمدن القناة تحملت عن مصرنا الحبيبة ما لم يتحمله أحد، ولكن كان من حظ مدينة الإسماعيلية أن كان هذا المعلم المهندس عثمان أحمد عثمان فاحتوى مدينة، وكان من حظ مدينة بورسعيد البسيلة أيضا أن كان هنالك هذا الانفتاح الذي أحدثها مدينة حرة ولم تلقى السويس. الآن تلقى السويس وهذا جزء من العدالة، وحينما تقدم مواطنوها وأعضاء مجلس نوابها للسيد الرئيس بطلب لضمهم إلى حياة كريمة خاصة في المناطق العشوائية قبل الطلب، وشاهدنا المنصورة الجديدة هي رئة أخرى تفيد الوطن والمستثمر وما إلى ذلك، فهي ستربط الطريق الساحلي الدولي ما بين الغرب وبين الشرق وصولا إلى من أسود الأطلسي ومراكش وما إلى ذلك إلى البحرين بإذن الله تعالى عبر قناة السويس وما إلى ذلك إن شاء الله. دكتور مدحت، يعني الصعيد ثري بمصادر طبيعية وموارد وأيضا بموارد بشرية أيضا، يعني في تقديرك كيفية النهوض واستخدام هذه الموارد؟ عندنا المثلث الذهبي، عندنا أشياء كثيرة جدا في المحيطة، وغنى بالجرانيت والرخام ومصادر طبيعية أخرى، والذهب أيضا موجود في الصعيد في منجم السكري. كيف يعني على مشارف الصعيد لأنه موجود في البحر الأحمر، كيف ننمي الصعيد من خلال هذه الموارد؟ هو ما بدأت مصرنا الحبيبة فيه بالفعل. السكري بدأ جبل السكري والذهب وما إلى ذلك بالبال، محطات الطاقة الشمسية أكبر محطة طاقة شمسية قلت في العالم، وحازت على جائزة البنك الدولي لعام 2000 لأنها بتصديق غير عادي في بالبال. تكرير أسيوط، تكرير البترول في أسيوط والبنزين والمحروقات وما إلى ذلك، هذا المجمع البترولي الغير عادي، تمهيد الصناعات البتروكيماوية، نعم كلها، الرخام، الجرانيت. وأشد ما يسعدني من الآن في مصرنا الحبيبة عندما أضفنا القيمة المضافة، لم نعد نصدر ما نجده في أرضنا خاما، هذا الرخام لا يضاف إليه قيمة المضافة والتصنيع وما إلى ذلك، حتى البترول الغاز يدخل في الآن في صناعة البتروكيماويات وما إلى ذلك، الهيدروجين الأخضر والهيدروجين الأزرق في المرحلة التالية وما إلى ذلك، وإن كان الأفضل هو أنسب لنا في هذه الفترات. الشراكات العالمية الموجودة، المحاور العرضية التي ربطت الأم
الجامعات سوهاج الجديدة جامعة تضاهي كأكاديمي متخصص، أقول لحضراتكم أنها تضاهي أفضل الجامعات على مستوى في الشرق الأوسط والعالمي أيضا. كل هذه الأمور ستجعل المواطن الذي كنت أشير في بداية حلقتنا أنه رغم التعب والسير وما إلى ذلك يتفوقون في دراستهم على أصحاب سقاطين القاهرة والأحياء والأسكندرية وما إلى ذلك. لا، كانوا يتفوقون بجهدهم وجدهم وما إلى ذلك. هم يمتلكون إرادة الحياة. تطوير الأقصر وطريق الكباش والافتتاح العظيم في العام الماضي أسوان والسد بالمناسبة، تم عمل محور جديد فوق خزان أسوان بحيث يخف الضغط عن هذا الخزان ويحافظ عليه إلى أبعد الحدود. محور يكاد يكون مش يكاد هو عالمي بالمقاييس وما إلى ذلك، يصعب تنفيذه في أكثر. كل هذه البنية التحتية وتحلية المياه والصرف الصحي والمد، جسور المودة والمحبة للمواطنين كانوا يحتاجونها، صبروا تحملوا، لم يسيئوا إلى أنفسهم أو إلى وطنهم في أي شيء، لم يشاركوا في هذه الأعمال البربرية أو الإرهابية وما إلى ذلك. لذلك استحقوا من حكومتهم وقادتهم كل تقدير واحترام، وهم لهم منا كل تقدير واحترام، ونسعى جميعا لتحقيق هذه العدالة إن شاء الله في هذا الشأن. لكن اسمح لنا دكتور مدحت أن نثري هذا الحوار من خلال التقرير أعده الزملاء في أسرة الإعداد عن آراء بعض الزملاء من الكتاب والصحفيين، ثم نعود في هذه الحلقة من مساحة للرأي. في اليوم السابع، اللواء رئيس السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية يقول إن المشروعات القومية التي تم افتتاحها تؤكد أن الدولة المصرية تعمل في المجالات كافة بالتوازي وتسابق الزمن وتواجه الصعاب من أجل أن تمتد الجمهورية الجديدة إلى كل مكان في ربوع مصر، وأن افتتاح هذه المشروعات في هذا التوقيت يبرهن أن الدولة المصرية قادرة على استكمال ما بدأتها. أما في الجمهورية فيرى أسامة قدوس العماري منسق عام حملة على شنتميها، يرى أن المشروعات القومية في الصعيد تعكس الاهتمام لتحقيق التنمية الشاملة في كل محافظة الجنوب، مؤكدا على جهود الدولة الحثيثة من أجل رفع مستوى معيشة المواطنين الكرام من خلال إيجاد مناخ جيد جاذب من الاستثمار يوفر فرصا استثمارية واعدة أمام القطاع الخاص للاستثمار في الصعيد. محمد حميد يقول في الأهرام: لقد فتحت الدولة المصرية مسارات وشرائين اقتصادية جديدة خلال السنوات الثمان الماضية من خلال المشروعات القومية العملاقة التي دشنتها في وقت بالغ الحساسية، وحفزت القطاع الخاص مجددا للمشاركة في بناء بلده بعد أن عزف خلال فترة التحولات السياسية التي شهدتها مصر منذ عام 2011 عن ضخ استثمارات جديدة في شرائين الاقتصاد. وأخيرا في الدستور في مقالات يشير ماجد حبتة أن مولات قرية أم دومة كان خطوة في طريق طويل لتحقيق التنمية المتكاملة والمستدامة بمحافظة الصعيد، رسمته رؤية مصر 2030 والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، لا سيما أن هناك مشروعات تنموية عديدة جرى ويجري تنفيذها، تؤكد مجددا أن صعيد مصر أصبح على رأس أولويات الدولة. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم من جديد في هذه الحلقة من مساحة للرأي مع ضيفنا في الاستوديو الأستاذ الدكتور مدحت الصالح، أستاذ الإدارة والتنمية المستدامة. دكتور مدحت، من ضمن العناصر المهمة التي ظهرت في زيارة السيد رئيس الجمهورية لسوهاج زيارة لقرية أم دومة وهي إحدى قرى حياة كريمة وكانت نموذجا في الصعيد لهذا المشروع الكبير، يعني تبعت طبعا هذا الافتتاح، يعني في تقديرك يعني كنموذج يحتذى به في مشروعات حياة كريمة، هل حقق بالفعل المرجو منه في تغيير حياة الناس هناك؟ لا، وهذا ما ظهر جليا في أوجه هؤلاء البشر المواطنين الأشقاء نظروا. نعم، في وجوههم
ظهر نجاح المشروع. وفي تقييماتنا الأكاديمية والنظرية وكوست بنفيت أناليسيس، لا لقد نجح المشروع نجاحا لدرجة أن حينما تتابع ما حدث في قرية دوما وما إلى ذلك، بداية من الأحاسيس والإنسانيات وإفطار السيد الرئيس والشعب والمواطن وما إلى ذلك، إلى منتهى الجدية في التعامل وإلى الفكر التقدم والمشاريع والمياه النظيفة والصرف الصحي، تجده بالفعل نموذج مصغر لهذا النموذج الأكبر المثالي الذي يسمى حياة كريمة وما إلى ذلك. وبضم لذلك عرقت على مبادرة ابدأ، لأنها بضم مكان العمل أو إيجاد فرص العمل في هذه القرى وما إلى ذلك، ستتحول النمو إلى قرى والقرى إلى مدن والمدن إلى عواصم، وستملأ مصرنا الحبيبة بإذن الله تعالى بهذا شرقا وغربا واستقبالا للظهير الصحراوي. وإن كنت أريد أن أشير أو أحمس إلى حكومتنا الغراء في هذا الأمر، إضافة يعني إلى جهدهم هذا، كنت أعد للحلقة وفوجئت أن هنالك هيئة تنمية الصعيد أن مقرها القاهرة، وهو أمر قد أعترض عليه. هيئة تنمية الصعيد يجب أن يكون مقرها هناك حيث تشعر. أعلم أن السادة المسؤولين وقادة الهيئة يسافرون زيفا بيئة وروحة لهذا، ولكني أشير وأفضل أن يكون هنا، أن تكون هيئة تنمية الصعيد هناك. في عهود سابقة كنا نطور الأسكندرية، فجعلت شركة الأسكندرية العامة للمقاولات، شركة قناة السويس، شركة الصعيد العامة للمقاولات، وهي شركات حتى هذه اللحظة موجودة، ولكن كانت مقراتها وعملها وما إلى ذلك وتدار من هناك، لم تعود إلى القاهرة إلا بعد أن انتهت من أعمالها. أتمنى أن تكون هيئة تنمية الصعيد أيضا هناك، حيث هذه المحافظات التي تحتاج إلى جهدهم الحقيقي. نعم، من ضمن النقاط المهمة في هذه الزيارة هو التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة. نعم. والسيد رئيس الجمهورية كان هناك لقاء مع طلبة من جامعة سوهاج، وقالوا أنهم لديهم أفكار ومشاريع عملية، وهو وعدهم بتمويل هذه المشروعات من صندوق تحيا مصر. نعم. تأثير هذا الأمر على المستقبل وعلى الاقتصاد الكلي، ومن منظور أيضا إلى التنمية المستدامة. من منظور التنمية المستدامة هو جهد يصب في هذا الأمر. حضرتك إحسان بي، لا يخفى عليك أن الأمم المتحدة اهتمت كثيرا بالأبعاد الاقتصادية الاجتماعية البيئية، ثلاثة أبعاد. وحينما كنت أعد لرسالة الدكتوراه الخاصة بي في التنمية المستدامة أيضا في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية لجامعة القاهرة منذ سنوات خلق، أضفت أربعة أبعاد أخرى: البعد السياسي، البعد الثقافي، البعد العقائدي، البعد الإداري الذي يلزم بين كل هذه. البعد الاقتصادي يؤثر على البعد الاجتماعي، حينما تتحسن القدرات الاقتصادية لرب الأسرة فهو يستطيع أن يحتوي أسرته، وتنعدم وتقل مشاكل الأسرة والطلاق وما إلى ذلك، ولا حديث الغير جادة في هذا الشأن. البعد السياسي الذي هو يجعل حينما يتوجه القائد لهذه المشروعات ذات الأبعاد، التكلفة العالية والأزمنة البعيدة والرؤية، فهو قد يخاطر بهذا الأمر. وأي قائد يحصل لنا he haven't switch on switch off، لا يملك مفتاحا يديره هكذا فيحدث التنمية المستدامة أو يديره هكذا فيحدث، لا. مصر نجحت لأنها لم تقع في فخ النمو، وهي الآن تسير إلى قنادة التنمية، وما يحدث في مصرنا الحبيبة قد يتسق بالفعل مع التنمية المستدامة. أبعاد التنمية المستدامة تؤثر في بعضها كالأواد المستطرقة تماما. مشروعات اقتصادية حافي بمشروعات في حالة اقتصادية جيدة تنعكس اجتماعيا وتنعكس على البيئة. بالمناسبة لا تجد أي مشروع يحدث حاليا في مصرنا الحبيبة في إطار هذه المنظومة هو مخالف للتشريعات البيئية أو مخالف للأحواض البيئية. لذلك أرى أنه بمنتهى الجدية وليست مجاملة لحكوماتنا وقادتها أن هنالك تحرك جاد، لكن أمر آخر يحتاج إلى تعديل. المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حينما نتابع
تحسنت؟ تحسنت لوائحها وقوانينها وما إلى ذلك، ولكن الآن نريد أن ننطلق، لا علينا أن متناهية الصغر صغيرة، هذه كل هذه المسميات أنا أريد أن تكون في بأيسر الأمور، كي ينطلق الشاب وتنطلق الفتاة وتنطلق الأسرة، فتحدث هذه المشروعات الصغيرة. لا أدري هل هو مفيد أن نخرج عنها مشروعات كبرى وصغرى ومتناهية الصغر، هي مشروعات صغيرة، لا داعي لهذه العبارات الفضفاضة. المشروعات الكبرى إما أن تقوم بها حكومتنا الغراء أو يقوم بها شركتنا في القطاع العام الذي أدعو من مسبير هذا إلى المحافظة عليه، وساعدت كثيرا حينما وجدت اجتماع لقائدنا مع رفاقه وأنهم يطورون القطاع العام ولا يفكرون في بيعه، فهو الركيزة الأساسية. من يحمي مصر الآن من صراع الأسعار وجابرة وجبابرة التجار إلا وجود منافس مصري حقيقي يوفر الزيوت بأسعار جيدة، الأرز، الطماطم، الخضار، المسائل، كل هذا. القطاع العام هو ركيزة والقطاع الحكومي هو ركيزة، وهو يكاد يكون العميل الفقري في تحقيق التنمية المستدامة. أرجو يعني أتمنى أن تستضيفوني في الحلقة القادمة ونتحدث عن هذا بالتفصيل. فيما يتعلق بتأثير هذه المشروعات على الوضع الديموغرافي لمصر بشكل عام، يعني كان هناك هجرات من الصعيد مبنية على عدم وجود فرص عمل في محافظات الصعيد، هل تتوقع مستقبلا أن يكون هناك تأثير واضح لهذه المشروعات على عكس الهجرة، ربما يكون هناك هجرة من المحافظات الأخرى إلى الصعيد من القاهرة والوجه البحري ومطروح شمال سيناء إلى الصعيد لهذه المشروعات؟ نعم هناك في الصعيد الآن طفرة غير عادية. نحن نعلم أن الدلتا وما جاورها وحدود النيل وما إلى ذلك غالبيتها مشروعات زراعية، وبإذن الله ستحول المشروعات الزراعية إلى زراعية صناعية قيمة مضافة. يا أستاذ عصام يعني إيه؟ يعني مش هنصدر الطماطم لا، حنأكل ونعيها ونصدر ونصنع منها المعجنات وما إلى ذلك والصلصات وما إلى ذلك والكلام، لم نصدر خضرواتنا كذا. هناك بعض الخضروات والفواكه لن تستطيع عمل فيها شيء، بعد أن نستكفي منها سنصدرها هكذا. وندعو أيضا بركة غليون وزرع الأسماك وما إلى ذلك، بعدما نأخذ ما يكفينا علينا بتصدير الفائض، وهذا معلب وهذا بطريقة أخرى، وهذا تم إضافة القيمة المضافة، وهذه أعمال يقوم بها المتخصصين. الصعيد قد ينفرد في بعض الأعمال التي لا تخص، وإن كان لديهم زراعات أيضا وتمور وثمار وأعناب وما إلى ذلك، ولكنهم قد يكونون في حرف الأسماك، في حرف في الرخام، في 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 الذهب، في الذهب، سواء كان في السكري شرقا عند البحر الأحمر أو كذلك، هنالك دراسات واكتشافات الآن تشير إلى وجوده أيضا في الجنوب في الغرب وما إلى ذلك. كذلك الشركات البترول بدأت تحصل على حقوق في البحر وفي البحر المتوسط والبحر الأحمر والجنوب. هنالك طفرة حقيقية مع الربط، مع هذا الربط في الطرق وما إلى ذلك ستحدث نقلة نوعية حقيقية. فما أيسر أن أذهب إلى أسيوط وما القطار فائق السرعة، هذه القطارات والطرق الجديدة والمعابر وما إلى ذلك ستجعلني قادر على الذهاب وقادر على العودة بإذن الله تعالى. فسأعمل في الصعيد أو في سيناء، تنمية سيناء مهمة والغرب مهم، كي نسد منابع الإرهاب ونجففها تماما بإذن الله. عموما نتمنى أن تكون هذه المشروعات فاتحة خير على الصعيد مصر وعلى مصر ككل إن شاء الله بإذن الله تعالى. لكن انتهت أعزائي المشاهدين هذه الحلقة من مساحة للرأي. في الختام أشكر ضيفي في الاستوديو الأستاذ الدكتور مدحت الصالح، أستاذ الإدارة والتنمية المستدامة. شكرا لتشريفك. شكرا لحضراتكم. أعزائي المشاهدين، غدا بإذن الله تعالى حلقة جديدة من مساحة للرأي. نشكر لكم حسن المتابعة وإلى لقاء قريب.